لدينا بعض المقابر القديمة وأصبحت في وسط المساكن، والناس يتخذون منها طرقا بأقدامهم وبالسيارات وبالدواب. ما هو توجيهكم للناس؟ جزاكم الله خيرا. يجب احترام المقابر في عدم التطرق عليها وإلقاء القابرات وامتهانها. الواجب أن تصان المقابر وأن تصور بصور يحفظها من أذى الناس والدواب وغير ذلك، لأن الأموات لهم حرمة، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. فتجب صيانة القبور ومنع التطرق عليها والقعود عليها وغير ذلك من الامتهان. قد جاء في الحديث: لأن يقعد الرجل على جمرة تخلص ثوبه وتخلص إلى مثل خير له من أن يقعد عن القبر. والناس في مسألة القبور طرفان ووسط. الطرف الأول الذي غلا في القبور، خصوصا قبور الصالحين، اتخذها أوثانا تعبد من دون الله، طلب الحوائج عندها والتبرك بها والاستغاثة بالأموات، وهذا شرك أكبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القبور، سواء كانت قبور أنبياء أو قبور أولياء أو صالحين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور لأن ذلك وسيلة من الشرك، ونهى عن البناء على القبور لأن ذلك وسيلة من الشرك، ونهى عن الكتابة عليها، ونهى عن إشرافها وتدسوسها وزخرفتها. كل ذلك لأجل حماية التوحيد وسد وسائل الشرك. ولكن قوما خالفوا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وعملوا كل ما نهى عنه حول القبور من باب الفتنة وتزيين الشيطان. الطرف الثاني على النقيض، امتهن القبور ولم يرى لها حرمة، اتخذها محلا لإلقاء القابرات، أو ربما يبنون عليها مساكن أو يفتحون عليها شوارع أو غير ذلك، وهذا حرام، لأن الموتى ملكوا هذه المرافق التي هم فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والوسط وهم الذين أهل السنة والجماعة الذين يصونون القبور عن الأذى والامتهان، ويحترمونها ويصورونها بأسوار تمنع التطرق عليها، ولكنهم لم يغلوا فيها غلو الغالين، بل مثلوا فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الهدي النبوي، وهذا هو المنهج الوسط، وخير الأمور أوساطها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.